مساء النور، وكل عام وانتم بألف خير لجميع متابعيني، وان شاء الله برج الثور بيكون بخير وبصحة جيدة، وكل عام وانتم ب2020 بمنتهى السعادة والسرور وتحقيق أمانيكم. حبيت طلع عليكم بمناسبة 2020 باللوك الجديد، ان شاء الله تعجبكم، نحكي مع بعض عن السنة القادمة، شو اللي مخبى لبرج الثور. عزيزي وعزيزتي، الثور السنة رح نحكي عنها لمحة عامة، ولكن التفاصيل تأتي بالأبراج الشهرية والأبراج اليومية والأبراج الأسبوعية، فكل ما تبعتوا، كل ما صار عندكم فكرة متى تنقضوا على الفرص الجيدة وتنتهزوها، ومدى تبتعدوا عن أي نوع من العذاب أو الأذى أو المشاكل اللي ممكن تحدث معكم في خلال الأيام، لأنه دايما في يوم فوق ويوم تحت للأسف. يا ترى شو مخبي لكم بال 2020 عزيزي الثور وعزيزتي الثور؟ 2020 حتفكروا كيف بدكم تحلوا الأمور العالقة من نهاية 2019 وبداية 2020 وإلى الشهر الخامس في 2020. هالأمور اللي بدكم تحلوها أكثر هي على صعيد القلب والمال، لأن كتير عم شوف إنه فئة منكم ما وصلت لقرارات العاطفة أو الحلول اللي كانت حابة تكون موجودة عندها 2019. 2020 نظرتكم أكثر إلى جلب المال، إلى جلب العمل، إلى الصرف اللي بيتعلق بمشاريعكم أنتوا، إن كان على نفسكم أو على بيتكم أو على أموركم المالية. بس بكل الأحوال السنة مبينة عندي سنة جيدة وإيجابية من بدايتها، حتى لو كنتوا عم تخططوا للمال والأعمال. فئة منكم بخلال 2020 قد تترك عملها أو تنتقل من مكان إلى آخر. أحياناً ممكن تنهي مشاريع كنتم بلشينا وتقرروا فيما بعد ما بقى بدكن إياها، أو تكسلوا أثناء السنة عن متابعة هذه الأمور والمشاريع. بغض النظر إذا كانت في الحب، في العاطفة، في الزواج أو في المال. طبعا هذا الكلام لجميع الفئات، رجال ونساء وكل الأشخاص اللي بهم يسمعوا الأبراج، بغض النظر ما هو وضعكم الاجتماعي أو الصفة الاجتماعية التي يطلقها عليكم المجتمع. عزيزي وعزيزتي الثور، تحديدات كتير عندكم ابتداء من شهر 1 لشهر 3، في عليكم منافسة، في عليكم ضغط، هناك بعض من الحسد في بداية هالأشهر، بدكم تحاولوا تتخطوا هالأمور هيدي بمجابهة بعض الأمور اللي بتعرفوا إنه فيها ناس عم تحسدكم، يا أما تبتعدوا عنهم يا أما تخلوهم يبعدوا عنكم. أيضا بدكم تبتعدوا عن العواطف الحرام، ومعليش ما رح يمشي معكم بال 2020. سنة 2020 رقمها 4، و4 رقم بدايات ونهايات كتيرة، وسنة قوية رح تضرب الأشخاص اللي ما رح ينتبهوا إنه هناك في مواجهة بدها تصير بينهم وبين تصاميم لحياتهم، قرارات بدهم يتبعوها، أو الأشخاص اللي أذوكم. فإذا أنتم ما ابتعدتوا عنهم، الكون أو اليونيفرس أو السنة هي رح تحدد صفات البعد عن هالناس اللي ممكن عم بيأذوكم أو عم بيسببوا لكم السلبية، أو إذا دخلتوا بعلاقة ما استفدتوا منها لهلأ ولا تزال معلقة بدون سبب أو داعي سوى استنزاف العواطف. فانتبهوا كتير ثور، لأنه 1 و2 و3 من أشهر التحديد اللي رح تكون عندكم. شهر 4 رح تبلشوا باتجاه، حيكون عندنا 4 4 4 السنة و4 الشهر، رح يكون عندنا اتجاه بالجد، الدرس، التركيز على الدرس، التركيز على العمل، التركيز على الأنا. أنا مهم، أنا بدي اهتم بنفسي، أنا بدي اهتم بعواطفي، أنا بدي اهتم بمستقبلي. في أنا كتير بشهر 4، وهو من الأشهر الجيدة، لأنه أساساً شهر 3 هو نهاية المشاكل، رح تقرروا يا بضل يا بستمر.
إن كان عمل أو عاطفة أو اجتماعيات. يعني إذا أنتوا والأشخاص مش عم تتفقوا أو العاطفة بشهر 3 وضليتوا وجريتوا هالشي لشهر 4، 4 رح ينهي الأمور لأنه شهر قوي. أوكي، فبشهر 4 رح تحددوا كتير من الأنا إلى أي اتجاه ذاهب، شو رح يصير معي. بشهر 5 ثور رح تكتر الاتصالات، في سبيل الاستماع إلى شو رح نعمل أنا وحبيبي أو أنا وزوجي أو أنا وشريكي أو شريكتي أو زوجتي أو حبيبتي إذا مش متفقين، هل نبقى أو ننفصل. شهر 5 رح يجي عليكم قوي، لازم ترفعوا ثقتكم بنفسكم، لازم تقرروا هل انتوا يا ترى عايشين بعلاقة مخدرين غير واضحين وعم تكسبوا على نفسكم والعلاقة ليست جيدة، او هل يا ترى انتم سعيدين بس في امور ما عم تحكوا فيها مضايقتكم. شهر 5 رح يكون واضح معاليمه في العلاقات العاطفية الاجتماعية والصداقات. شهر 6 فئة منكم عند انفصال ابتعاد، ممكن توصلوا الى المحاكم، ممكن تشيلوا بعض الاوراق تمضوا عليها، هذه المحاكم قد يكون لها علاقة بالشراكة كعمل مثلا، ناس ممكن ينصبوا عليكم او ياخذوا منكم مصاري، او انتوا تقرروا تتركوا الشركة بس لكم عند مال او لكم عند بونس ما يعطوكم اياه، او ممكن تتركوا بلد او تهاجروا الى رجوعا الى البلد الام وانتم غير سعيدين فتضطروا الى رفع دعوى او محكمة. شهر 7 على الأغلب إعادة نظر في أمور الشراكة، تحديد للمستقبل، تحديد خصوصا عند رجال الثور، تحديد وبدء جسر إلى علاقات جديدة وزواج جديد عند بعض رجال الثور. أما نساء الثور فعم شوف عندكم تفاهم، رح تقرروا إذا ضليتوا تبقوا أنه ترجعوا تعملوا العلاقة بشكل إيجابي وتتفاهموا مع الشركاء، واللي ما عنده شريك رح يجي له شريك. شهر 8 نعود إلى الحب، إلى العاطفة، إلى الهدوء، إلى تأسيس شراكة، شراكات في العاطفة والمال والأعمال. شهر السفر للثور، شهر الإجازات بالنسبة للثور، إجازة من الفكر، إجازة من التعب النفسي، إجازة من كل شيء وراحة نفسية وهدوء على برج الثور في شهر 8. شهر 9 بننتبه لصحتنا، تحذيرات عن الصحة، اللي عنده ضغط أو سكري أو أشياء مش عم يهتم فيها لصحته ممكن يكون في وضع غير جيد، انتبهوا لصحتكم. الشهر 10 أفكار كتيرة، عواطف جياشة، أمور كتير متغيرة معكم في الشهر 10 لأنه حتبلشوا بالسنة الجديدة ورح تحاولوا، يعني 10 بقلكم سنتين على السنة الجديدة، رح تحاولوا بعض التغييرات أو هناك بعض التغييرات يلي رح تحصل معكم في الشهر 10. شو السبب يا ترى؟ الأطفال، الأطفال هي السبب. ناس بدها تتجوز بدها تجيب أطفال، ناس عندها أطفال بدها تجيب أطفال، وناس مش عم تقدر تجيب أطفال، أو في فئة منكم منا متفقة مع الشريك على الحمل أو الولادة، ناس ممكن تروح المستشفى تعمل طفل صناعي، ففي كتير تغييرات بسبب العائلة والأطفال بهيدا الشهر 10، بحدد شو الخطوات اللي تحتخدوها مع نهاية السنة وبداية السنة الجديدة. الحب أيضا من الأشياء الملحة عليكم شهر 10. شهر 11 بتكونوا حسمتوا الأمور، المال، الفواتير، الدفعات، الضرائب، أشياء كتير رح تمشوا فيها بشهر 11، السفر، الهجرة، صرف المال على أنفسكم، عمليات تجميل عم شوف كتير، عمليات تقويم أسنان وغير ذلك. شهر 12 بنكون وصلنا إلى تحديد الشراكة، فئة منكم حتدخل علاقة ثلاثية تحديدها بيتم بشهر 12 أو دخلت بشهر 11، فئة منكم بعلاقة ثلاثية بتقرر تبقى أو تفل، على الأغلب رح تبقوا، وبعض رجال الثور رح يكون عندهم زواج جديد مع نهاية السنة 2020.
فهون أكثر على توسيع العائلة، تحديد الطلب، ليس حب وليس عاطفة، مجرد جلب أشخاص لإلكم، حابين يكون حواليكم ناس أكثر، تشعروا أكثر إنه هناك اهتمام. الثور بال 2020 صراحة عم بيفتش على الاهتمام فقط، من يهتم بي بيربح. فالأشخاص اللي بيعطوكم اهتمام من رجال أو نساء رح تلزقوا معهم أو رح تبقوا معهم أو رح تقرروا تدخلوا في عمل أو شراكة أو صداقة أو حب معهم. سنة 2020 هي أكثر أنا أريد أن يكون حولي ناس يهتمون بي، هيدا عنوانها بالنسبة إلى الثور. بشكل عام السنة جيدة بالنسبة للثور، بناءة، ممكن تستغلوا فيها أيام كتيرة تابعوا الأبراج اليومية وأحداث كتيرة تفتح عليكم رزق كتير ومال وفير، فيها نجاح لإلكم. أهم شيء التحذير اللي طالع، انتبهوا من الإيل والآل والدخول في أشياء ليس لكم بها سبب أو ما لازم تدخلوا فيها. أحذركم من النساء ب 2020، في كتير حيكون إيل وآل حوالين الثور وناس عم تدخلكم بأشياء ليس لكم علاقة بها، فئة منكم عندها انفصال أو ابتعاد أو طلاق. ممكن على نص السنة إذا حددت أمورها وبأي اتجاه رايحة. الاستفادة من السنة هو تغييرات إيجابية، ممكن تمرق عليكم عقود ممكن توصلوا لها إلى حل كتير إيجابي وتربحوا دعاوى إذا رفعت عليكم أو إذا أنتم رفعتم دعاوى على الناس. أهم شيء الانتباه إلى التبذير، عدم صرف الأموال هون وهون وهون. إن شاء الله بالتوفيق للثور، استفيدوا من هالسنة الجميلة. صحيح فيها طلوع ونزول بس هذا شيء عادي، الحياة ما ممكن كلها تكون عسل مستحيل. عملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، علقوا الجرس ليجيكم إشعال بث مباشر. ما تنسوا تعملوا معي قراءات خاصة مدفوعة، لقولي على www.mjtarot.com. تصبحوا على ألف خير، بحبكم كتير. ثور، باي، سلام.